نحكي عليك عالسيفر ومرة نوصفك بالنسر، وانت حقيقة زميم وزعيم النصور يا كريم. يا بنزيما بالرأس، انا بنزيما ناين، وبنزيما يسجل يبدع، هو في رأيي من قاد الميرينجي للقب العام الماضي، وهو من يقود هذا العام للصراع على الواجهتين، ابطالك يا ليغا وابطالك يا قارة العجوز. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الدراري غنلعبوا الحلقه 16 من الدوري المغربي الخوت ماستر ليغ اللي مع الرجاء. اذا الدراري في هذه الحلقه هذه غنحضروا الحكومه الدراري حسب التعليق ديالكم. اذا كريم بنزيما الدراري غنجيبوه في هذه الحلقه هذه، اضافه الدراري غنجدوا كانتي وسيس، وبالنسبه للدراري اللي طلبوا لي نيمار ففي الحلقه المقبله ان شاء الله غنجيبوا هاد الدراري نيمار غنزيدوا الفريق الرجاء. شفت الخوت الاحصائيات ديال القناه، الاغلبيه اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي ما مشتركينش في القناه، فإلا كنتي واحد منهم خلي معاك شي الاشتراك الا كنتي كتستمتع بالفيديوهات اللي كينزلوا في هذه القناه هذه. فبلا ما نطول عليكم هاد الدراري، خليو معاكم شي لايك، وتحدي نوصلوا 400 لايك الخوت في هذا الفيديو هذا، فيلا بينا الفيديو. قبل ما نبداو الدراري غنطلعوا التعليق ديالكم. عندنا التعليق الاول ديال هشام، فديديكاس ليك اخي هشام في التعليق هذا، وعندنا ديديكاس لخالد من الجديده، ديديكاس ليك وشكرا على الدعم. وعندنا تعليق ثالث ديديكاس الناس ديال الجديده الدراري اذا في التعليق هذا، وعندنا ديديكاس لاشرف الرجاوي، ديديكاس ليك اخي وانا طلعتك في هذا التعليق. وعندنا جواد، ديديكاس لخاي جواد في التعليق هذا وشكرا على الدعم. عندنا حمزه، شكرا لك على الدعم وديديكاس لك من هنا. وعندنا ديديكاس الخي أسامة، ديديكاس لك في التعليق ديالك. وعندنا ديديكاس للخوت هنا عمر، اذا ديديكاس لعمر في التعليق هذا. وعندنا ديديكاس لنعمل كذلك في التعليق هذا وشكرا على الدعم. وعندنا ديديكاس انا سمي مر، ديديكاس لك في التعليق هذا. اذا الخوت اللي بغى يطلع يخلي لي التعليق ديالو وغنطلعو بكل فرح الخوت. اذا هنا جدول المباريات، عندنا مباراه غتكون الاولى الدراري في الديربي المغربي بين الوداد والرجاء، وعندنا مولوديه وجده في الجوله الثانيه في الدوري المغربي الخوت. من بعد يجيو الخوت الفتره الاخيره الانتقالات، لكن نتوقف في المباراه ديال وجده باش نخلي لكم الاراء ديالكم، اللعابه اللي بغيتو نزيدوهم في التشكيله الدراري في الفريق الرجاء. اذا دابا الدراري غنمشيو ديريكت للمفاوضات وغنجيبو الصفقه الابرز اللي طلبتوها في التعليق اللي هو الحكومه الدراري كريم بنزيما. اذا غنمشيو ديريكت للدوري الاسباني وغنمشيو للريال مدريد الخوت باش نجيبو الحكومه الخوت كريم بنزيما اللي طلبتوه في التعليق. اذا غنديرو بحث هكا ونقلبو على اللاعب. اذا هذه القائمه ديال الريال مدريد الدراري، حنا كيهمنا كريم بنزيما ابن الذمه الدراري الحكومه. اذا غنبداو مع التفاوض باش يجي الفريق الرجاء الدراري. اذا رسم الانتقال خيارات اولويات الشراء باش يمكننا نشريوها الدراري. اذا الراتب السنوي اوكي، وغنستناو الرد من كريم بنزيما باش يلتحق الرجاء مع البقيه الدراري التشكيله اللي كونها اسطوريه. اذا الخوت دابا غنمشيو ديريكت للمباراه ديالنا اللي كتجمعنا في الديربي الخوت، الديربي المغربي بين الوداد والرجاء في الجوله الاولى من الدوري المغربي. اذا الى المباراه مباشره. اذا غنديرو ديريكت الدراري، هذا هو لامبارد الخوت كيحمس اللعابه الفريق الرجاء، رجعت عنده التشكيله الدراري اسطوريه الخوت اللي دابا غنلعبوا الخوت الجوله الاولى من الدوري المغربي مع الوداد اللي غتكون الجوله الاولى هنا الخوت. لامبارد كيحمس اللعابه باش ياخذوا هاد التجربه هادي ويحققوا اول ثلاثه نقاط الدراري اللي غتساعدنا في التصدر ديال الدوري المغربي من الجوله الاولى الدراري. اذا هذا هو لامبارد والتكتيك ديالو الخوت اللي يخدموا مع اللعابه. اذا نكون متحمس، جو الى الملعب مباشره، نتخطاو ديريكت الدراري نمشيو للملعب. اذا هنا عندنا الدراري الرجاء والوداد الخوت في الديربي الجوله الاولى من الدوري المغربي. اول حاجه الدراري غنمشيو لخطه اللاعب ديالنا. اذا التشكيله صبحت عندنا كتالي الدراري، عندنا مبابي، عندنا رونالدو، ميسي، محرز الخوت، وعندنا زياش كذلك في وسط الميدان، وعندنا ميسوالي، عندنا
اشرف حكيمي الخوت عندنا نايف اكرد وعندنا بدر بعنون النعيري بونو في الحراسه. اذا هذه تشكيله الخوت. بالنسبه للاحتياط عندنا الرحيمي عندنا بوفال محمد صلاح عندنا مالونغو عندنا الحفيدي عندنا حميده حداد النصيري بليلي والشيبي الخوت وجبران. اذا هذه هي تشكيله ديال فريق الرجاء في انتظار ديال الحكومه يوصل الدراري. اذا غادي نوريك البدايه مباشره معكم الان مع الديربي حديث الناس في الصحافه في الاعلام في المقاهي في الشوارع في كل مكان الكل يتكلم عن أجواء الديربي. ويا إلهي على الأجواء الكبيرة قبل بداية المباراة على هذا الحضور الكبير على الجماهير اللي تهلل من بداية هذا اللقاء وقبل انطلاقته من أجل أداء كبير من الفريقين في هذه المباراة. خسارة الديربي ستكون صعب تقبلها، الفوز في الديربي سيجعل الجماهير تحتفل حتى الصباح. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه شيء غير عادي يا جماعة. إذا كتنتقل الكرة عند الرجاء الخوت أول كرة. إذا هذا نايف أكرد مرة أخرى النهيري نحاولوا الدراري نحققوا ثلاثة النقط الأولى اللي غتكون مع الخصم المباشر اللي هو الوداد في الديربي. يلا هذه كرة لازالت كريستيانو رونالدو كيخرج كرة للمحرز، يلا محرز مرة أخرى زياش، يلا زياش نحاولوا نخرجوا هذه الكرة هذه مبابي يا مبابي، لكن الخوت ضاعت هذه الكرة هذه وأشرف حكيمي. إذا هذه كرة مرة أخرى للوداد نحاولوا الدراري ندافعوا، ما هي ماركوش علينا الهدف الأول، يلا مرة أخرى بدر بانون لازلات هذه الخوت الكرة ودادية، يلا بدر بانون خرج كرة خرج كرة مناطق الدفاع، يلا ليونيل حاولوا خرجوا كرة طويلة، يلا مبابي حاول ترتقي، هدف عكسي هدف عكسي هدف عكسي، 1-0 الدراري 1-0، خطأ فادع ديال الدفاع الدراري ديال الرجاء كومارا. إذا الدفاع عفوا ديال الوداد الخوت خطأ في هذه الكرة هذه أمام التاكناوتي. صبحت نتيجة 1-0 الفريق رجاء. هذه هي الإعادة الدراري ميسي رفع هذه الكرة هذه وكومارا الخوت لعل هذه الكرة هذه على هنا الخوت تاكناوتي 1-0 الفريق رجاء. إذا 1-0 هذه الكرة مرة أخرى رجاوية، يلا مبابي مرة أخرى محرز محرز حاول تخرج كرة طويلة لزياش، يلا زياش نحاول نرفعوا كرة مباشرة الرأسية كيليان موسى مع الخوت ما كانش ديال ميسي وضاعت على فريق رجاء الكرة هذه. يلا مرة أخرى يلا زياش حاولوا نخرجوا كرة طويلة، يلا النهيري النهيري حاول يرفع هذه الكرة ديال الرأسية ديال مبابي الدراري وضاعت هذه الكرة هذه على فريق الرجاء. إذا هذه كرة مرة أخرى يلا مبابي خرج كرة نيف أكرد، يلا نيف أكرد نيف أكرد وخطأ خطأ يحتسبوا الحكم. إذا خطأ الدراري لفريق الرجاء على نيف أكرد الدراري السعيدي اللي ارتكب هذا الخطأ هذا مع نيف أكرد قريب الخوص من المرمى. إذا ليونيل ميسي هو اللي غينفذ هذه الركلة هذه، نحاولوا الدراري نجيبوها في الشباك، يلا ليونيل ميسي ميسي ميسي، لكن العارضة الدراري حرمتنا الخوت من الهدف الأول. إذا هذه اللقطة الدراري ليونيل ضربها في العارضة الدراري وضاعت هذه الكرة هذه لفريق الرجاء. معليش يا ميسي نحاولوا نعوضوا هذه الكرة هذه أمام الرجاء. إذا هذه كرة مرة أخرى رجوية، يلا ليونيل 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 كهرب هذه الكرة هذه، يلا ميسي ميسي نحاولوا الدراري يرفعوا هذه الكرة هذه مرة أخرى، يلا ميشولي ميشولي مبابي هدف عالمي الدراري ميقاسية. إذا ميقاسية الخوت ديال مبابي والهدف الثاني للفريق الرجاء، هدف ولا أروع الدراري ديال كيليان مبابي. إذا ميقاسية والهدف الخوت، شوف شوف الإعادة شوف شوف ليونيل الدراري حاول يخرج لهنا ميشولي لكن ضربت هذه الكرة هذه وارتفعت والميقاسية اللي كانت حاضرة ديال كيليان صبحت النتيجة 2-0 للفريق الرجاء. هنا الخوت بالعرض الباطئ الميقاسية الدراري ديال كيليان مبابي هدف عالمي أسطوري الخوت. إذا هذه كرة ودادية، يلا يلا نحاولوا الدفاع، الدفاع عندنا خاوي مرة أخرى، يلا حكيمي حكيمي حاول تلحق بهذه الكرة هذه، هذه صعيبة هذه صعيبة هذه صعيبة الانفراد، لكن بونو الخوت بونو لديكم لا خايف عليكم الخوت. إذا ضاعت على الوداد، يلا مرة أخرى خرج يا بدر بانون، كترجع كرة ودادية، يلا محرز محرز من بعيد وضاعت هذه الكرة هذه، نحاولوا نبقوا ضاغطين الدراري، يلا مرة أخرى ليونيل ميسي كيخرج باس لميتولي ميتولي مرة أخرى زياش، يلا زياش من بعيد لكن الدفاع ديال الوداد الدراري مازال كرة عند دفاع الوداد. يلا وصلنا للدقيقة الخط الأخيرة 87 الدراري من المباراة وهذه صعيبة، الدفاع خاوي الدفاع خاوي الدراري كنا عاملين الاستحواذ مرة أخرى، هذه ودادية ودادية هذه صعيبة والهدف تقليص الفارق. إذا ماركو علينا الدراري الهدف تقليص الفريق صبحت النتيجة 2-1
دقيقة 91 آخر عمر من المباراة. نحاولوا الخوت نشوفوا واش نجيبوا الهدف الثالث، لكن هنا خطأ كيحتسبوا الحكم للرياض. يلا نحاولوا نطلقوا بسرعة مرة أخرى النهيري، طلق باس طويل، يلا دا ميسولي مرة أخرى، يلا زياش، لكن الدفاع ديال الوداد الدراري وصلات صلاه ماتش الخوت. سالة الديربي، سالة المباراة الافتتاحية الأولى في الدوري المغربي، تغلبنا على الوداد بجوج لواحد، هذه النتيجة اللي غتساعدنا باش نبقاو في الصدارة ديال الدوري المغربي. إذا هذوما نجوم الرجاء الخوت جوج لواحد على فريق الوداد بداية ديال الدوري المغربي. إذا هذوما نتائج الجولة الأولى الخوت من الدوري المغربي في الموسم الثاني يا الدراري. إذا ثلاثة نقاط مستحقة وحنا في المركز الثالث بثلاثة نقاط كذلك. اذا دابا الدراري غيمشيو مباشرة عندنا هنايا يوم التفاوض الدراري، غنشوفوا بنزيما. اذا غنشوفوا الرد ديال بنزيما واش وافق يجي الفريق الرجاء. اذا هذا هو الرد الدراري، كريم بنزيما قبول الشروط. اذا اخيرا قبل الدراري كريم بنزيما باش يلتحق الفريق الرجاء. نكملوا التشكيله ديالنا الدراري راس الحربه. اذا هذا هو بنزيما التحق الخوت بفريق الرجاء وغنمشيو ديريكت للسالي. اذا هنا الخوت عندنا يوم التفاوض هنا. اذا كريم بنزيما الحكومه الدراري كيوصل لفريق الرجاء. اذا هذا هو الحكومه الدراري مع رئيس النادي شخصيا الخوت، غيمشيو للندوه الصحفيه. اذا هذا هو كريم بنزيما الخوت، الحكومه وصلت للفريق الرجاء. اذا هذا هو الحكومه الدراري اللي طلبتوه في التعليق، واخيرا كيوصل لفريق الرجاء كريم بنزيما الدراري. دابا رجعت عندنا التشكيله الخوت اسطوريه، غيمثل الثلاثي مع ميسي وكريستيانو في راس الحربه ديال فريق الرجاء. اذا الصفقه تمت بنجاح، هذا هو كريم. اهلا انا اسمي كريم بنزيما، انه لشرف وسرور احظى بفرصه ارتدي هذا القميص. امل ان اراكم جميعا يوم المباراه، سابذل قصارى جهدي في المباراه لاول ظهور. اذا هذا هو بنزيما، واخيرا الخوت بالقميص لفريق الرجاء كما طلبتوها الدراري. اذا هذا هو كريم بنزيما. اذا الخوت دابا غنمشيو المفاوضات هكا، غنوقعوا مع اللاعب كريم بنزيما الخوت. اذا نوقعوا مع توقيع اوكي باش يبقى معنا الخوت موسم كامل. اذا هذا هو كريم بنزيما ابن الذمه الدراري. الان اصبح رجاوي الخوت بعد ما درنا مع العقد، دابا غنمشيو ديريكت المفاوضات الدراري هكا، وغنقلبوا في الدوري الانجليزي على كانتي وعندنا الخوت سايس كذلك. اذا غنبداو بتشيلسي وغنمشيو لكانتي اللي طلبته في التعليق الخوت. اذا غنديروا بحث هكا. اذا هذا هو كانتي الخوت، نقولوا كانتي. غنبداو معاه الاتفاقيه باش يجي الفريق الرجاء. اذا نبداو مع المفاوضات، رسوم الانتقال، خيارات اولويه شراء رسوم الانتقال، الراتب السنوي، وغنديروا اوكي ونستناو الرضا الخوت من كانتي باش يلتحق بفريق الرجاء. دابا الدراري غنخرجوا مباشره ونمشيو لواتفورد الدراري ونجيبوا السايس الخوت اللي طلبته كذلك باش نعزوا الدفاع ديال فريق الرجاء. اذا نودو ديريكت الخوت هكا، اذا ويفل هامتون هكا. اذا نديروا الخوت بحث ونقلبوا على اللاعب السايس. اذا هذه هي اللائحه ديال ويفل هامسون الدراري، حنا كيهمنا رومان سايس، وهذا غنبداو مع الاتفاقيه باش يجي الفريق الرجاء. اذا طلب الانتقال، اذا هكا رسوم الانتقال، خيارات اولويه الشراء، رسوم الانتقال كذلك، الراتب السنوي اوكي، ونستناو رضا الخوت من رومان سايس باش يلتحق بالفريق الرجاء. اذا نخرجوا مباشره الدراري هكا ونمشيو المباراه ديالنا الخوت. اذا نديروا التالي مباشره. اذا الخوت هنا عندنا مباراه مع موجده الدراري، لكن هنا مفاوضات الخوت عندنا الردود ديال اللعابه الدراري. عندنا كانتي قبول الشروط قبل باش يجي الخوت لفريق الرجاء، وعندنا هنا رومان سايس الدراري اذا قبول الشروط هو قبل الدراري باش يجي لفريق الرجاء. اذا ثلاثه صفقات في هذه الحلقه هذه الدراري. الناس اللي طلبوا نيمار في الحلقه المقبله ان شاء الله غنجيبوه لفريق الرجاء. اذا الى المباراه، اذا مولوديه وجده والرجاء في اول مباراه الخوت. اذا ثاني جوله في الدوري المغربي، غنمشيو لخطه اللعب. اذا بنزيما الخوت نزلنا هنا راس الحربه مع كريستيانو وميسي الدراري ومحرز، زياش ميتولي، عندنا اشرف حكيمي، نايف اكراد، بدر بانون، لاهيري، بونو في الحراسه. هذه هي التشكيله اللي غندخلوا بها هذه المباراه هذه مع مولوديه وجده. الا بغيتوا شي تشكيله اخرى الدراري خليوها لي في التعليق باش نبقاو نلعبوا بها الماستر ليغ. اذا دابا غنمشيو الخوت ديريكت المباراه ديالنا مولوديه وجده والرجاء، ركله البدايه. الكرام، قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من هذه المباراه، كره قدم ممتعه لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات. اذا هذا هو بنزيما الخوت في اول مباراه للواد الدراري بالقميص الرجاء اللي غيلعب هذه المباراه هذه مع مولوديه وجده الدراري. نتمنوا الخوت يقدم شي مستوى اللي يكون مزيان. اذا هذا هو كريم، كتنطلق الكره الدراري لمولوديه وجده. يلا نحاولوا نبقاو ضاغطينها محرز، نحاولوا نبقاو ضاغطين الدراري من البدايه على مولوديه وجده، نحقوا
ثلاثة النقاط اللي غتكون ثانية على التوالي الدراري في الدوري المغربي. إذن هذه كرة لمولودية واجدة، يلا نحاول نبقاو ضاغطين يا أشرف أشرف أشرف، يا سلام كيخرج الكرة هذه، يلا ولكن الحكم كيحتسب خطأ الدراري. إذن هنا إنذار الدراري شفاه على نايف أكراد، وهنا أشرف حكيمي الدراري. إذن هنا خطأ ديال مولودية واجدة، يلا نحاول نخرج الكرة، خرج كرة يا زياش، لا مرة أخرى نيري، نيري كيخرج كرة طويلة، بنزيما أول لمسة لكن ضاعت، نحاول نبقاو ضاغطين يا بنزيما، إذن هذه كرة لمولودية مرة أخرى، يلا خرج كرة كريستيانو كيخرج بنزيما، بنزيما التحركات ديالو الدراري في وسط الميدان، إذن خرج كرة لكريستيانو، إذن هذه كرة مرة أخرى رونالدو، لكن التألق ديال حارس مولودية الدراري وضاعت هذه الكرة هذه، إذن هذه كرة لا زالت لمولودية وجدة، نحاول نبقاو ضاغطين يا رونالدو. هذه الكرة صعيبة، هذه صعيبة، يلا الدفاع دفاع خاوي، يلا حكيمي حكيمي الانفراد، لكن بونو الخط في المكان المناسب، خرج كرة يا نايف أكرد، يلا خرج كرة طويلة، هذا كريستيانو رونالدو، كريستيانو لكن ضاعت عليك هذه الكرة، هذه كرجع الضغط لمولودية وتواجد، لكن بدر بنون مرة أخرى الدفاع عندنا خاوي، يلا نايف أكرد خرج كرة، يلا هذه محرز، يلا مرة أخرى رونالدو، خرج باس يلا كريستيانو. يلا ميسي لكن ما وصلش هذه الكره هذه وضاعت، هذا ميسي ليو 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 كيمر، يا سلام لكن ضاعت هذه الكره هذه على ليونيل ميسي الدراري، وانتهى الشوط الاول 0-0، وغانتقلوا للشوط الثاني الدراري. اذا هذه الكره كريستيانو، يلا خرج يا بنزيما، بنزيما يا سلام على اسيست مره اخرى متولي، يلا محرز، يلا ميسي بنزيما وضاعت الدراري، تيكي تاكا الخوت الرجاويه وضاعت هذه الكره، شوف شوف تيكي تاكا الدراري، ميسي كيحضر بنزيما لكن ضاعت هذه الكره هذه على فريق رجاء. اذا هنا الركنيه، يلا ميسي نحاولوا الرؤوس الرؤوس متولي، ضاعت هذه نحاولوا نسترجعوا الناهيري. نهيري يلا نهيري تلق باس، يلا نايف أكرد مرة أخرى ميتولي ميتولي حط باس با 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 بنزيما الخوت، وأول أهداف ديالو مع فريق الرجاء الدراري. إذن 1-0 لبنزيما الدراري ولفريق الرجاء على مولودية وجدة، وأول أهداف ديالو الخوت بعد قدومه مباشرة، الهداف التاريخي الدراري هو بنزيما. إذن نحاولوا الدراري نريقلوا له الأرقام الدراري كما تشوفوا، إذن هنا الدراري المحاولة الخوت والهدف ديال بنزيما دري الاسيست اللي كان ديال ميتولي، 1-0 لفريق الرجاء. اذا هذه كره مره اخرى رجاويه، يلا ميتو محرز، يلا مره اخرى ميتولي 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 كتلقى باس مره اخرى بنزيما، والهدف الثاني الدراري ثنائيه في مباراه وحده فقط الدراري، اول مباراه ديالو مع فريق الرجاء، هذه الاعاده الدراري. اذا الخوت جاء الهداف لفريق الرجاء، هذا هو بنزيما والهدف الثاني، يلا حكيمي تلقى باس، يلا هذا ميسي، ميسي حاول تخرج كره ميتولي، ميتولي مرة أخرى لبنزيما وضاعت هذه الكرة هذه محرز، يلا هذه الكرة مرة أخرى، يلا رونالدو كيحضر أسيست لنايف أكراد مرة أخرى، حاولت تلحق بهذه الكرة هذه بنزيما بنزيما بنزيما، ضاعت عليك هذه الكرة هذه وكترجع للمولودية، ما بقى والو الدراري صلى الماتش، يلا ميتولي ميتولي خرج أسيست، يلا مع زياش 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 من بعيد لكن سهل لحارس المولودية الدراري وضاعت هذه الكرة هذه. اذا ما بقولوا الدراري صال الماتش غالبين بجوج لصفر، اذا صال الماتش الدراري ثلاثة نقاط جديدة في الدوري المغربي في الجولة الثانية اللي كانت على مولودية وجدة، والثنائية الأولى الخوت ديال بنزيما على المولودية الدراري، وأول جوج الأهداف ديال بنزيما الخوت، كان ناقص هدف واحد على الهاتريك. إذا الدراري هذوما نتائج الجولة الثانية في الدوري المغربي، إذا الرجاء تغلبت على المولودية وجدة بجوج لصفر الدراري. إذا هنا في تصنيف الخوت ترتيب هنا في المركز الأول 6 نقاط بعد لعب جولتين فقط الدراري. إذا ننتقلوا دابا مباشرة الخوت، وعندنا هنا يوم الأخير اللي تصافوا هذا الدراري. إذا هنا الخوت هنا كانتي كانتي الخوت كيلتحق فريق الرجاء، إذا هذا هو نقولوا كانتي الدراري اللاعب اللي طلبتو أخيرا جا الرجاء الدراري وغيسني معنا العقد. إذا هذا هو كانتي الدراري كيوقع رسميا لفريق الرجاء الدراري لاعب اللي طلبته، اذا مع رئيس النادي في ندوه صحفيه الدراري، والصفقه تمت بنجاح. اذا نقولوا كانتي الى الرجاء مباشره. اذا هذا هو نقولوا اهلا وسهلا، انا نقولوا العضو الجديد لنادي الرجاء، انه لم يدعون سوري للانضمام لهذا النادي، اذا ساستمتع الى الجمهور العريض يسوف باسمي يوم المباراه، امل فقط ان ارقى بمستوى رائع. اذا انا الخوت انا سايس الدراري كيلتحق فريق الرجاء كذلك، اذا اللاعب اللي طلبتوه الدراري رومان سايس كيلتحق فريق الرجاء، ندوه صحفيه الدراري مع رئيس نادي الخوت، وغيوقع معنا حالا انا الدراري مع فريق الرجاء. اذا هذا هو رومان سايس مع رئيس النادي ديال فريق الرجاء، اذا رومان سايس الدراري كيعبر على الشعور ديالو الانضمام الى نادي الرجاء الدراري اللي اصبح كل نجوم الخوت، هذا هو رومان سايس قلب دفاع ديال المنتخب الوطني المغربي.
إذا أولا أوجه تحية إلى جمهور الرجاء الخوص هذا ورومانسيس، أراكم جميعا في الملعب بيوم المباراة. إذا هذا ورومان، إذا الخوت بعد ما مشيو دابا الدراري هنا تعديل الأرقام، إذا بنزيما الخوت نحاولوا ننزلوا تسعود، يبقى تسعود الدراري نعطيو له الرقم تسعود، مبابي نخليو له 15 هكا كما كنشوفوا الدراري الأرقام دابا مرايقلين كاملين. دابا الدراري غنمشيو هكا إلى خطة اللعيبة الدراري ونشوفوا التشكيلة كتبحث. إذا عندنا بنزيما الخوت، كريستيانو رونالدو، ميسي، عندنا محرز الخوت، عندنا زياش، عندنا نقولو كانتي، عندنا يبقى عندنا في المكان الوسط، عندنا أشرف حكيمي الدراري، عندنا نايف أكراد، عندنا رومان سايس الناهيري، بونو في الحراسة. هذه التشكيلة الأساسية الدراري. بعد الخوت عندنا اللعبة ضلي حسيات الدراري، عندنا الرحيمي، عندنا بوفال، عندنا محمد صلاح، مبابي، عندنا حافيدي، حميد حدد الدراري، نصيري، بلايلي، متولي، شيبي، عندنا ابو طيب، عندنا العرجون. هذه تشكيله الاحتياط، وباقي اللعاب اخرين الدراري في الاسفل. اذا نخليوها هكا الدراري مباشره، وغنوقف الفيديو ديالي هنايا. كنشكركم على المشاهده ديالكم، الى عندكم شي صفقه اخرى الدراري خليوها لي في التعليق، فتحياتي لكم، تهلاو.